وللحديث أكثر عن أوضاع المسيحيين في العراق في ظل التقرير الذي أصدرته وحدة أبحاث المراقبة العالمية عن أوضاعهم، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد النائب السابق عن قائمة الوركاء الديمقراطية جوزيف إسليوة. مرحبا بك معنا. طيب لكم سيدي الكريم. وحدة أبحاث المراقبة العالمية تقول إن مسيحي العراق على وشك الاختفاء في غضون 4 سنوات. لمصلحة من يتم تفريغ العراق من أحد أهم مكوناته الاجتماعية وهم المسيحيون؟ في الحقيقة هي لمصلحة نظام شوفيني طائفي عنصري ديني، وبأوامر من ولاية الفقيه في إيران وبأدوات البعض الأطراف التابعة لولاية الفقيه في داخل العراق. تم كل هذه الممارسات الارتدادية بحق استخدام السريان الآشوريين المسيحيين الذين هم يعيشون في العراق على مدى آلاف السنين وهم كانوا مخلص ولا زالوا يحملون الفكر الإنساني والوطنية بين ثناياهم. ولكن يبدو من يقودون العراق غير العراقي لا يدون للعراق خير ولا يدون للبقاء الوطنيين في العراق من كل المكونات، وفي مقدمتهم المسيحيين قدام السريان الآشوريين أحفاد الحضارة بابل وآشور. هذه الحضارة فيما كل البشرية قضاء. نعم. طيب، جاء في التقرير أيضا أن 87% من المسيحيين في العراق لا يشعرون على الإطلاق بالأمان، وذلك بسبب الضغوط والتهديدات الأمنية. يعني إذا كان الإرهاب قضي عليه وفق الرواية الحكومية الرسمية، ما هو مصدر تهديد المسيحيين الآن؟ في الحقيقة لم يتم القضاء على الإرهاب كما يقال، ولم يتم القضاء على الداعش في العراق كما يروج. فبعد التخلص من الداعش العسكري هنالك دواعي داخل مؤسسات الدولة يتخبؤون بملابس رسمية تابعة للدولة ويحملون الفكر الداعشي الذي هو ضد كل ما هو خير وإنساني في العراق. فبالتالي مصدر القلق فيما يخص المسيحيين هو تواجد هذه العناصر الداعشية في داخل مؤسسات الدولة والمتغلغلة في الأحزاب، بعض الأحزاب التي تحكم العراق، فبالتالي القضاء مسير من قبلهم، مؤسسات الدولة العسكرية مسيرة من قبلهم، المؤسسات المدنية هي الأخرى مسيرة من قبلهم. فمن أين يكون هنالك أمان يشعرون به المسيحيين والغير طائفيين في العراق؟ نعم. فالمسألة هي هذه النقطة الجوهرية، أنه الداعش الفكري هو موجود وقائم العراق. أليست مفارقة أن الأقليات الدينية والقومية التي كانت موجودة في العراق منذ آلاف السنين لكنها تهجر وتشرد في ما تسمى حقبة الديمقراطية وحرية الاعتقاد والتعبير كما نسمع في الخطاب السياسي بعد عام 2003؟ يا سيد الكريم، ليس كل من قال أنا متدين هو متدين وهو يعمل بما يوصل ما توصى به الأديان، وليس كل من قال عن نفسه أنا ديمقراطي فهو ديمقراطي السلوك والتفكير والأفعال. فما يقال عنه النظام الديمقراطي في العراق بالكلمات والمفردات هو ديمقراطي، أما بالأفعال فهو استبدادي ديكتاتوري إجرامي. فهذه يعني نحن ننظر إلى الأفعال والأعمال والمواقف هي الميزان وليس ما يقال. لذا هذه الأخدودة أنه هنالك نظام ديمقراطي في العراق، هذه أخدودة ما بعدها أخدودة حقيقة. نعم. هل ثمت موقف حكومي رسمي واضح من عملية تهديد المسيحيين وتهجيرهم؟ أبدا ونهائيا. هنالك تسويف وتماطل
بالجرائم التي ترتكب بحق المسيحيين في العراق من قبل من يسمون بالزعماء والقادة في العراق ورؤساء المؤسسات في الدولة، وهنالك طمطمة ولا يعار أي أهمية لهذه الجرائم، وليس هنالك أي معاقبات بالرغم من معرفة الجنات وبأسمائهم الصريحة، والجهات التي ينتمون لها هي الأخرى صريحة في العراق. ما دور الميليشيات الطائفية والعرقية في تهريج المسيحيين وإشعارهم الدائم بعدم الأمن والاطمئنان في مناطقهم؟ هؤلاء الميليشيات يمنون على كل العراقيين بمسلميهم ومسيحيهم بسنتهم وشيعتهم وكردهم بأنهم قاتلوا الداعش، فبالتالي يعتقدون إنهم طالما قاتلوا داعش يحق لهم أن يسلبون أموال الآخر ويرتكبون جرائم بحق الآخر، علما يعني الحشد الشعبي مع جل احترامي وتقديري، لولا ممانعة من أن تتقوى المؤسسة العسكرية في العراق من قبل الحشد الشعبي ومن يقودون الحشد الشعبي لما كان هنالك أي داعي للحشد الشعبي، وكان هنالك مؤسسة وطنية عسكرية بعيدة، يجب أن تكون بعيدة عن الطائفية والانتماءات الحزبية والمناطقية. ولكن للأسف هؤلاء الميليشيات بسبب سطوتهم وسبب امتلاكهم السلاح المنفلت وبسبب فوقيتهم على القانون يقومون بأفعال شنيعة تجاه المسيحيين في مناطق مختلفة، واليوم نرى العراق تم تفريقه تقريبا من المسيحيين بسبب هذه السلوكيات التابعة لهذه الميليشيات المنفلتة، وتم الاستولاء على بيوتهم وممتلكاتهم، فهجر من هجر وقتل من قتل، ومن أجبر على الهجرة الطوعية هو الآخر قصة أخرى. شكرا جزيلا لك النائب السابق عن قائمة الوركاء الديمقراطية جوزيف سليوة، كنت معنا من بغداد.